ما كاين حتى حاجه. علاش السيد ما عندوش المرشد الحق يجي ويوقع بسميتي انا؟ المرشد الدور نتاعو ان كيجي كيسمع ليا وكاين اوكي يبلغ. دابا كنتكلموا على سميتو الاقصاء اللي هو انتم تدعيوا تبين ان اللغه تاعك معروف، في حين انكم انتم كنتم كنمارسوا معنا. اش من حق يجي المرشد مجموعه تعمل وكاع ما جاش اليوم ما كاين انه يجي يوقع بسميتي وانا وانا من فراسي. حنا عندنا في المجموعه نتاع العمل الرياضه راهنا يستع بزاف وعليها كنظن السيد راه ماقدرش يجي. حنا البيان ما كيمثلناش وما كنعرفوش زياده على السيس. خويا انتما عندكم حساب مع العداله والتنميه، ماشي غادي تجيو تصفيو معاه هنا. سيو خويا الانتخابات وصفيو سيو. لا لا بدي انا عمليتي، انتما كتضحكوا على السيس وكتماشوا كتماشوا السيس. انا كنجي كنشتغل غير منشط مجموعة العمل الرياضة. اللقاء اللي كاين اليوم هو اللقاء ديال منشطي المجموعات مع الأعضاء المكونين لمجموعة السيت. مجموعة السيت هذا اللقاء كان ضروري يكون بعد ما صدروا المنشطين بيان اللي تيديروا فيه الإنذار أن العمل التشاوري على مستوى مقاطعة تبريك تعرف تعثر، وبالتالي كان خاص هذا اللقاء هذا يكون فيه أولا تبليغ للجمعيات المكونة للمجموعات أسباب نزول البيان، وفي نفس الوقت أيضا هو لقاء باش ناخذوا كمنشطين مجموعة من التوصيات من عند الجمعيات المكونة للمجموعات باش الجمع المقبل ديال لجنة القيادة اللي غادي يكونوا فيه المنشطين وممثلي مجلس المقاطعة نكونوا مزودين من التوصيات جاية من عند الجمعيات المكونة للمجموعة. وبالتالي اللقاء ديال اليوم هذا هو طبيعته. طبعا طبيعة الحال حرف اللقاء لحظات ديال التوتر وهذا طبيعي. أولا عندنا مجموعة من المجموعات هي مجموعة الرياضة اللي فعلا كاين فيها واحد النوع ديال سوء تفاهم داخلها، وطبيعي هذاك سوء التفاهم اللي داخلها ينتقل لأي اجتماع كديرو للجنة التشاورية. ولكن بشكل عام هذه تمرين على الديمقراطية، تمرين على التشاور. للأسف هذا التمرين محتاج ليه المجتمع المدني وأيضا محتاج ليه مجلس المقاطعة، وهذا التمرين مازال أنكو، مازال كنا كنقروا أن فيه تعثرات وأيضا نقر أنه يجب إصلاح المسار والتقدم العام. وقع حاليا مع المحطة ديال المقبولات ديال التشاور المدنية، أنا وعدت أنه هذا ما يقوم به الواقع حاليا هو ليس بالتشاور. التشاور الحقيقي هو التشاور الذي يتم وفق قضايا تهم المدينة، تهم الساكنين، تهم المواطنين، ومن خلال الفاعل المدني يقدم اقتراحات وتشاورات وأفكار الفاعل السياسي باش يتبناها على مستوى يعني البرامج العملية. إذن هذا هو اللي خص يكون. أما موقع حاليا هو بمثابة برامج تقدم من طرف الجمعيات، وهو نقطة خلاف حقيقية ما بينه وبين مجلس المقاطعة. أقصى مراجل وأسوأ مراجل في التاريخ بالنسبه قال هو الوعودات اللي عطاونا والمسائل اللي قالوا لنا ما كاين منهم حتى شي حاجه. بالنسبه قالوا لنا غيكون تقييم وغيكون زوائد كبرى وغيكون المسائل اللي هي الابطال غادي ياخذوها، في الاخر ما خداوهاش منهم تكريمات، ما عطاو حتى شي تكريم لشي واحد. قالنا كل الجمعيه تجيب التكريم ديالها، ما عطاونا حتى شي. جبنا المكرمين من 9 ديال العشيه مساكن حتى لجوج الليل، تحرنا في الزنقه. في الاخر مشاو خوي البدر ما عطاهم حتى شي حاجه. ها واحد منهم معاقبتي هذا دار كروس فيت، دوز معايا مسكين داكشي ديال الالعاب التحدي وتكرفص عليه وتعذب من 4 ديال العشيه حتى 6 ديال العشيه. ملي سالينا قال لهم حتى الاختتام ديال المهرجان وغادي نعطيوه التكريم ديالو ونعطيوه الجائزه ديالو. في الاخر من 9 ديال العشيه في الاختتام ديال العشيه وحنايا كنتسناو حتى لجوج ديال الليل
في الاخر عطاو ميدايه وعطاو ورقه يعني استحقاق ديال التكريم ما عطاو حتى شي حاجه. قال لك غادي يديروا واحد القرعه ديال 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 العمره ما داروها. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة